اعتبارا من اليوم وحتى الثامن من الشهر الجاري تغلق المياه الإقليمية السورية وأجزاء من الأجواء الجوية أمام الحركتين الملاحية والجوية بسبب المناورات الضخمة التي بدأتها روسيا في شرق المتوسط بمشاركة سفن من عدة أساطيل. المناورات التي استبقها تقاطر للسفن والمدمرات في حشد هو الأكبر لموسكو على السواحل السورية منذ تدخلها العسكري في مثل هذا الشهر قبل 3 أعوام. لم توضح روسيا الرسائل التي تقف وراء المناورات إلا فيما يتعلق بأهميتها حول مواجهة ما وصفته بأوكار الإرهاب في سوريا. الحشود والمناورات تأتي بالتزامن مع حشود مقابلة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة التي شهدت انضمام غواصة نووية جديدة نيوبورت نيوز التي عبرت مضيق جبل طارق بعد أن عبرت عدة فرقاطات ومدمرات خلال الأسابيع الماضية. امتلاء شرق البحر المتوسط بهذا الكم من الأسلحة يتزامن مع تصاعد اللهجة حول آخر وأكبر معاقل المعارضة في إدلب ومحيطها، وسط تحضيرات متسارعة من نظام الأسد وحلفائه لإطلاق عملية عسكرية باتجاهها يقابلها كم كبير من التخوفات والتحذيرات ذات طابع سياسي بأن العمل العسكري هناك يشكل كارثة حقيقية مع التلويح بجهوزية الرد الفوري على أي استخدام جديد للكيماوي. إذن في المتوسط سيكون على الطراد الروسي المارشال أوستينوف قيادة مناورات استعراضية أمام حاملة الطائرات هاري ترومان في مشهد يعيد الحرب الباردة إلى البث المباشر.